أطول شوارع العاصمة الجزائر، يمتد على نحو كيلومتر من كنيسة القلب المقدس وصولا إلى ساحة البريد المركزي، شارع ديدوش مراد، قبلة السياح والعشاق. كل من حولك ينم على أن المكان للطبقة الفارهة، أو على الأقل أرادتها فرنسا في حقبة معينة أن تكون كذلك. كيف لا، وقد صممته حتى يكون ملاذا آمنا وراحة نفسية للفرنسيين المستوطنين في حقبة الاستعمار، أو حتى الأوروبيين الذين كانوا يزورون الجزائر وقتها. طبعا الشارع اليوم يحمل تكريما للشهيد ديدوش مراد، يحمل اسمه مباشره بعد الاستقلال، اما قبل الاستقلال في عهد الاستعماري فقد كان الشارع يحمل اسم جول ميشلي، هذه الشخصيه الفرنسيه، طبعا الكاتب والمؤرخ الفرنسي. فرنسا قامت بتسميه هذا الشارع اللي يعتبر احد اكبر الشوارع في قلب العاصمه الجزائريه خلال عهد الاستعماري. طبعا قلنا جول ميشلي هو كاتب ومؤرخ فرنسي من مواليد سنه 1798، توفي سنة 1874. كرمته السلطات الفرنسية آنذاك خلال الحقبة الاستعمارية بتسمية هذا الشارع على هذه الشخصية الفرنسية. بعد الاستقلال مباشرة، تكريما وتخليدا لروح أحد أشهر أبطال الثورة الجزائرية ديدوش مراد، سمت السلطات الجزائرية هذا الشارع ليعتبر كأكبر الشوارع في قلب العاصمة الجزائر. هو إذن شارع ديدوش مراد اليوم، نسبة للمجاهد عضو مجلس الثورة التحريرية الجزائرية ومسؤول المنطقة الثانية شمال ولاية قسنطينة خلال حقبة الاستعمار، الرجل الذي قاتل وجها لوجه المستعمر خلال إحدى المعارك واستشهد عن عمر يناهز 28 عاما، المتمعن في البنايات الشاهقة الممتدة على طول هذا الشارع يدرك أنها من تصميم فرنسي، بل بطابع باريسي بامتياز. إن الإنجازات الفرنسية هنا في الجزائر إن أخذناها من ناحية التراث المعماري هي حقيقة تراث معماري لا يمكن أن ننكر ذلك، لأنها واكبت رؤية معينة وكذلك فلسفة معينة في الإنجاز المعماري والعمراني. تلك الفلسفة هي فلسفة مهندسي ما نسميها احنا المدرسة الحربية الفرنسية، وكذلك فلسفة حاكم فرنسا ذلك الوقت باريس وهو هاوسمان، والذي كان يعمل على توسعة الطرقات وحتى تكون هناك ولوج آمن صحي، كذلك ولوج للآليات العسكرية وكذلك لخمد الحروب وخمد كل مآثر الثورات ممكنة في الآن الواحد. كلام جد منطقي من الخبير العمراني، فطول الشارع وعرضه يسمحان بالفعل التنقل بأريحية لأي آلية مهما كان حجمها، غير أن زمن الحرب ولا، وجاء زمن الأحبة والتلاقي داخل هذه المقاهي، إذ لا يمكن أن تدخل شارع ديدوش مراد ولا تجلس على طاولات أحد مقاهيها الموجودة خارجا على طول الرصيف وأنت تستمتع ببعض النغمات والعزف على مختلف أنواع الآلات الموسيقية للهوات. نجي لهنا لهذو القهاوي تاع ديدوش مراد باسكو شابين وباسكو فيهم الراحه اللي يحوس عليها الانسان، وهذو القهاوي هنايا تاع ديدوش مراد لا بلي بار تاع الفنانين رسامين ولا اللي يديروا الموسيقى كاع يجوا لهنا باسكو يلقاو الراحه اللي يحوس عليها انا اي فنان. مام هذو هنايا القهاوي تاع ديدوش مراد معروفين من بكري بالك من وقت فرنسا وما كاينين وبقاو حتى لوقتنا هذا وانا نريحوا فيهم. وبما ان الشارع هو من افخم شوارع العاصمه الجزائر فانه قبله للزوار الاجانب ايضا، من بعيد تجذبك رائحه مختلفه، مزيج بين الأكلات الشرقية والقهوة العربية. يقصد هذا المقهى زوار عرب قد تبعث فيهم رشفة من هذه القهوة الدفئة رغم البعد عن الوطن.
بدي رحب فيك بهالقهوة وبهالمطعم العريق اللي عمره تقريبا حوالي 15 سنة. المقر تبعه هو في ديدوش مراد في المنطقة الحساسة قبل البريد المركزي، بالمنطقة اللي كانت دائما هي منطقة تجمع وتجمع الجاليات العربية اللي بينزلوا لحتى يشوفوا جمال مدينة الجزائر العاصمة، لحتى يشوفوا هالجمال الحلو وهالأبنية الجميلة، طريقة التنظيم المدينة الداخلية للعاصمة. امتاز هذا المطعم والقهوة من حوالي 15 سنة بتقديم القهوة الخاصة بالنكهات الخاصة، مثلا في بالهيل، بحب الهيل على الطريقة الفلسطينية العريقة ولا الطريقة السورية ولا الطريقة اليمنية حتى والطريقة المصرية. المنطقة اللي موجود فيها المقهى هي منطقة جذابة، منطقة حلوة، يعني تجذب الزوار، كل زائر بيجي حتى لو كانت بس لمجرد الزيارة هو يعني لازم يزور منطقة ديدوش مراد، وإذا زار ديدوش مراد لازم يزور هذا المقهى. يعني أحيانا كثير كنا نلتقي فيه بأصدقائنا من الجاليات العربية الأخرى، المصريين، التونسيين، السوريين إلى آخره، وكذلك الأهم أنه إحنا نلتقي فيه إحنا وأشقائنا الجزائريين لأنه هم بيحبوا كثير العادات والتقاليد الفلسطينية. بنشرب فيه القهوة وبنأكل فيه المأكولات الشرقية اللي مش بس بتذكرنا بالوطن، هي بتخلينا نعيش أجواء الوطن. ليس ببعيد عن هذه المقاهي يتخذ الرسامون ركنا أمامها، يشاهدون المرة من بعيد في رحلة الذهاب والإياب. قد يلهمهم أحد الوجوه فتكون الريشة معبرة لتفاصيله بين الفرح والحزن والغضب أو اليأس، البورتري هو من يحدد ذلك. بديت عندي 11 سنة، كاين تفاعل من عند الناس، شباب شيوخ يجيبوا لي الصور تاعهم، صور تاعهم بالابيض اسود. انا نخدم هنايا، يعني العمل هنا في الشارع هو متعة كبيرة، حتى لو كان يعني فيه تعب، لأنه في الشارع ماشي كما في الاستوديو. الاستوديو تخدم بصح، في الشارع عنده الطعم. لا يخلو الشارع من الحضور الثقافي، تتوزع بعض المكتبات هنا وهناك لتعرض كتبا قديمة نادرة. أحيانا قد يعود تاريخ بعض المكتبات هنا إلى فترة الاستعمار الفرنسي. بين الجد والحفيد لم يتخلى هؤلاء عن موروثهم الثقافي، تقابلها ثقافة من نوع آخر، ثقافة الفن السابع التي دشنت معظم قاعاتها السلطات الفرنسية المحتلة آنذاك. فرنسا عندما بنت مدينة الجزائر العاصمة، وقصد وسط العاصمة بالتحديد اللي هي الآن بلدية الجزائر الوسطى بمختلف شوارعها، أعطت أهمية كبيرة للجانب الثقافي في هذه المدينة، لأنها جاءت بثقافة أنها من أجل البقاء في الجزائر وليس الخروج منها في أي تاريخ كان. بالتالي أعطت هذه الأهمية للمراكز الثقافية ولقاعات السينما. بلدية الجزائر الوسطى وحدها تحتوي على 37 قاعة سينما، الكثير منها نجدها في هذا الشارع، شارع ديدوش مراد، وخلفنا قاعة سينما الجزائرية التي للمفارقة العجيبة هي الآن مغلقة، فيما في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات كانت هناك طوابير طويلة من طرف الجزائريين من أجل متابعة آخر إنتاجات السينما الجزائرية أو السينما العالمية. هذا الشارع كما قلت كذلك أغلقت فيه العديد من المكتبات للأسف. الحال تغير، نتمنى أن تعود هذه الأنشطة ويعود ينبض ثقافيا مثلما ينبض بالحياة حاليا. الحياة لا تهدأ هنا إلا لساعات متأخرة من المساء، خصوصا بالنسبة لمحبي التسوق واقتناء مختلف أنواع الماركات العالمية. لهذا ربما يعد شارع ديدوش مراد شارع الطبقة البرجوازية بامتياز، شارع يمزج بين المعاصرة والتقليد. فإن لم تشتر هنا يمكنك الاكتفاء بشروحات عن ثقافة كل منطقة في هذا البلد، متاجر تعرض اللباس والحلية
التي إن لم تكن للتذكار فهي للذكرى. حنايا جينا هنا العاصمة بالضبط لشارع ديدوش مراد باش نحاولوا نعرضوا الحرف تاعنا والصناعة تاعنا واش نقدموا واش ما نقدموش ونحاولوا هذه المؤسسة الصغيرة تجي تبان في هذا الشارع هنا إن شاء الله. وهذا باش حنا جينا لديدوش مراد حنا غرفة الصناعة وغرفة الصناعة التقليدية راه خصتنا باش نجيو لهذا الشارع ديدوش مراد وحنا ثاني خصنا نعملوا أكثر ونعرضوا باش نعرضوا أكثر ونجيبوا حاجات جدد ان شاء الله ونوليو مشهورين كما راحنا مشهورين في تلمسان ان شاء الله. معروفين من الشرق نخدموا الحلي التقليدي الفضه الخواتم الفتله معروفه فتله قسنطينه. حنا جينا هنا شاركنا في المعرض هذا باش نعرضوا السلعه تاعنا للحي ديدوش مورا على نسمات البحر وهوائه العليل يصبح ويمسي هذا الشارع المطل عليه. من يسير هنا يؤسر قلبه للعودة مجدداً والتمعن في كل زاوية ورواق يحكي قصصاً مختلفة بين الجزائر الفرنسية قديماً والجزائر الجزائرية اليوم. تختلف المسميات لكن البصمة موجودة عبر البنايات والملحقات وحتى الجامعة التي شيدتها السلطات الفرنسية وإن كان يحمل اليوم اسم الرمز البطل أحد مفجري ثورة التحرير الشهيد ديدوش مراد. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.